إذن من أبرز الفعاليات المقامة في العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة إلى فقرتنا الأسبوعية صح خبرك اللي بتم فيها تصحيح مجموعة من الأخبار المغلوطة اللي تم تداولها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية. فادي هويدي من فريق صح خبرك موجود معنا اليوم بالاستوديو وراح يصحح لنا مجموعة هو جهزها من الأخبار. صباح الخير فادي. صباح الخير فادي، يعطيكم العافية. أهلا. بداية شو أول خبر راح يكون معنا؟ الخبر الأول اللي هو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية فيديو نشرته إحدى القنوات الفضائية في سياق أخباره أنه خبر عاجل للملك سلمان الملك السعودي أنه أعلن إلغاء رسوم التأشيرات الجديد والعودة إلى رسوم التأشيرات القديم. هذا الخبر غير صحيح، لم يصدر أي مرسوم ملكي عن الديوان الملكي السعودي أو عن الملك سلمان، إضافة أن وسائل الإعلام السعودية الرسمية أو الخاصة لم تنشر خبر يتحدث عن هذا الموضوع، مع أن هذا الخبر هام جدا. ده شكله واحد من تبين مكاتب الحج والعمرة اللي كتب الخبر. لا، هو نشرته فيديو إحدى القنوات الفضائية بس بدون صوت كان. نعم، بدون صوت للملك سلمان، بينما الخلفية فيديو للملك سلمان وهو يتحدث بدون صوت طبعا، مع كتابة خبر عاجل، والمذيعة كانت تتكلم أنه هذا خبر عاجل صادر عن الملك سلمان. وانت لا تأكدت قرواج كمان من وزارة الأوقاف الأردنية. نعم، وزارة الأوقاف الأردنية أيضا نفت أن تكون قد تلقت قرارات جديدة من وزارة الأوقاف السعودية. لكن تم التماس من قبل الحكومة الأردنية للسعودية حاليا يعني، ونقلنا أنه في حال تخفيض أو إعفاء الأردنيين من هاي التأشيرات. نعم كان في أخبار متداولة من أو تصريحات من المسؤولين الأردنيين أن هناك محادثات مع الجانب السعودي ولكن لا قرارات جديدة. نعم، شو الخبر الثاني فادي؟ الخبر الثاني وهو فيديو أيضا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة لرجل دين مسيحي يقوم برفع الأذان داخل إحدى الكنائس في القدس. قيل أن هذا الفيديو جاء ردا على المقترح أو مشروع القانون الإسرائيلي لمنع الأذان عبر مكبرات الصوت. طبعا هنا نتحدث عن مصداقية الخبر. طبعا هناك بالشعب الفلسطيني هناك أخوة وتعايش مشترك أكيد. كبير وقديم جدا ومقاومة أيضا مشتركة، وهذا لا يعني شيء، وإنما أن هذا الفيديو غير صحيح، فهو يعود لشاب جزائري وهو مؤذن وممثل مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. رفع الأذان في إحدى المؤتمرات التي تدعو إلى التعايش في الولايات المتحدة الأمريكية والذي أقيم في إحدى الكنائس. نعم. والفيديو أيضا قديم، يمكن قبل 4 سنوات أو 5 سنوات. نعم. خبر بعده. الخبر الثالث وهو فيديو انتشر قيل أنه لأهالي القدس يقومون برفع الأذان بصلاة الفجر على أسطح المنازل. نفس الموضوع يعني طبعا. نعم، جاء ردا على القرار أو المشروع القرار الإسرائيلي طبعاً. الجديد طبعا هذا الفيديو قديم ولا يعود للقدس بل يعود إلى البحرين. نرجع نأكد فادي مثل ما حكيت، يعني إحنا بننفي مصداقية الخبر هذا نفسه، ولكن نرجع بنأكد على وجود التعايش اللي طبعا أكيد في القدس وبفلسطين وبكل بين كل العرب بالنسبة لفلسطين دائما موجود تآخي بين المسيحيين والمسلمين، ولكن دقة الخبر هذا نفسه أو الفيديوهات اللي استعانوا فيها بنشر هذا الخبر هي غير صحيحة وقديمة. خلينا نحكي بالضبط. بالضبط، نتحدث عن صحة ومصداقية الخبر، لا نتحدث عن التعايش يعني. نعم. احنا اشرنا الى هذا يعني تصحيح هذا الفيديو، بس انا حبيت اتاكد لانه صار عندنا خبرين بنفس الموضوع. بالضبط، لانه كثرة الاخبار المفبركه تضعف اي قضيه مهما كانت وتؤثر صحيح. عليها. نعم. ولا تعمل على تقليتها. نعم. بل اضعافها. اكيد، يعني مثل ما احنا شايفين هذا الخبر جدا مهم، عشان هيك بتنتشر عليه الشائعات بشكل كبير. طبعاً. شو الخبر الاخير فادي؟ الخبر الاخير وهو انتشر ان صوره طبعا انتشرت على انها لرجل اعمال أو مليونير في عمان. نعم. قام بفرش الأرض بحوالي 10 مليون ريال عماني من وأصر أن تطأ قدم عروسه على 10 مليون ريال. طبعا الصورة غير صحيحة، الصورة تعود إلى مبادرة في عمان. نعم. مبادرة خيرية أقيمت قبل 6 أشهر اسمها عمان الخير أو عمان العطاء. نعم. لجمع أكبر كمية ممكنة من المال أو من العملات النقدية والتبرع بها. نعم، احنا شفنا الصورة هيك. نعم. خلصنا أخبارنا. نعم. اليوم صح؟ خلصنا أخبارنا. فادي هويدي من فريق صحة خبرك نشكرك على كل التصحيحات للأخبار المغلوطة اللي تم تداولها مؤخراً.